هذه المبادرة عملتها الجزائر في 2013 وراهي مستمرة من ذلك الوقت. تحضير الأعضاء الداخلين لمجلس الأمن بجمعهم مع الناس اللي خدموا في مجلس الأمن، في نفس الوقت جمعهم مع خبراء، جمعهم مع أعضاء الدول الإفريقية، جمعهم مع منظمة الوحدة الإفريقية اللي هي اللي تقدم لهم المساعدة في نيويورك. كل هذا حتى نشرح الأهمية نتاع وحدة الصوت الإفريقي.